انا الاستاذ تامر نسمع منه. اتفضل يا استاذ تامر، شكوتك. الو، مساء الخير يا دكتور. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اتفضل. بقول لحضرتك يا دكتور، انا متجوز بقالي 6 شهور ولحد الان ما حصلتش علاقه كامله. العضو بينتصب بس ما بيخشش، والمدام رحنا عملنا عمليه فض الغشاء وبعديها برضه ما دخلش، ورحنا لدكتور امراض تناسليه عملنا تحليل هرمون الذكوره طلع 2960، فالدكتور قال لي لا هي كده النسبه ضعيفه. فباخد ادويه زي تريب جولد كده، المفروض ان قال لي الفيتامين ده هو ده اللي ينشط الهرمون عشان يساعد على دكتور. اوكي فهمت يا تامر، انا خلاص انا هرد عليك. عليك حالا. شكرا. هو غالبا جوزها بقى ولا جوزها. هو جوزها بيقول لك انا متجوز بقالي 6 شهور. بالظهر كده. لا طبعا مش اكيد، هو حد تاني يمكن في نفس الظروف. بيقولوا بقالي 6 شهور متجوز. وان هو مش عارف يتم العلاقه الجنسيه من 6 شهور، يعني كانهم متجوزين. لا هو الحقيقه في الحاله دي لازم ان هما الاثنين بيخضعوا للكشف الطبي عشان نعرف او نحدد او نصغر الدائره حوالين مين بالظبط السبب، لان هو قد يكون انه هو يعني قادر على اتمام العلاقه، ولكن هي عدم يعني او بوجود السبازم او التقلص في العضله الدائريه بتاعتها اللي حوالين فتحه المهبل.